هل تعاني من العصبية وتجد صعوبة في التركيز؟ لا يخفى على أحد أننا جميعاً نشعر بالقلق أحياناً، وبطبيعة الحال يستحيل القضاء على أسباب التوتر نهائياً، لكن هناك طريقة للتخلص من هذا الشعور المزعج. كلا، ليست ممارسة التأمل أو تمارين التنفس، إنه التنظيف يا رفاق. أجل، بقدر ما يبدو هذا غريباً، لكن تبين أن القيام بأعمال التنظيف يعتبر طريقة فعالة لخفض مستويات التوتر والقلق لدى بعض الأشخاص. كيف يكون لتنظيف الأطباق أو غسل الملابس مثل هذا التأثير؟ حسناً، هناك عدة تفسيرات لذلك. يمنحك التنظيف على ما يبدو شعوراً بالقوة والسيطرة على المساحة التي تعيش فيها، وكما نعلم جميعاً فالحياة تزخر بالمفاجآت والمواقف التي لا يمكن التنبؤ بها، وأحياناً لا يكون بمقدورنا فعل أي شيء حيال ذلك. قد تشعر بالعجز أحياناً بسبب تقلبات الحياة وأحوالها غير السارة، وأفضل طريقة للتغلب على ذلك الشعور هي أن تفعل شيئاً ما يعزز ثقتك في قدراتك، وهنا يتحول التنظيف من عمل ممل إلى نشاط يهدئ من روعك. اكتب لائحة بمهام التنظيف المطلوبة منك، وعندما تنجز إحداها وتشطبها من اللائحة ستشعر بالإنجاز، وعندما تنتهي منها جميعا فإن منزلك النظيف سيذكرك بقدرتك على تحديد الأهداف والعمل لتحقيقها. من المهم أن تتذكر ذلك كلما شعرت بالإحباط أو القلق حيال شيء ما خارج عن سيطرتك. أيا كان ما يخبئه لك المستقبل فأنت مستعد له ما دمت تتذكر أين وضعت الممسحة. حسناً، لنعد إلى موضوعنا. هل سبق أن شعرت بالإحباط لأنك لم تتمكن من العثور على شيء تحتاجه؟ أجل، لقد حدث هذا لنا جميعاً. الحياة في منزل تسوده الفوضى تكفي لتصيبك بالتوتر، لكن إذا خصصت جزءاً من وقتك خلال التنظيف لتنظيم أغراضك فإنك في الواقع تسدي لنفسك خدمة على المدى الطويل. وقد كشفت دراسة نشرت عام 2010 في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي أن النساء اللواتي يصفن منازلهن بأنها تعمها الفوضى يعانين من مزاج اكتئابي على مدار اليوم بدرجة أكبر من اللواتي يصفن منازلهن بأنها تشعرهم بالراحة والاسترخاء. هذه الدراسة تثبت أن صحتنا النفسية بحاجة إلى مساحة نشعر فيها بالراحة والأمان. إذا كانت الفوضى تعم منزلك فسيصيبك ذلك بالقلق والتوتر، لذا احرص على أن يكون منزلك مرتباً ومنظماً، كما أن ذلك يوفر وقتك وجهدك لأنك ستعرف بالضبط مكان أي شيء تحتاجه ولن تضطر للبحث عنه. اختلاف الطباع من فرد لآخر أمر طبيعي، وإلا ما كان هناك خلاف بشأن من حل دوره في إخراج القمامة، أليس كذلك؟ إذن قد لا يتقبل البعض هذه الفكرة، هناك بعض الأشخاص لا يبالون بالفوضى من حولهم ولا يلقون لها بالاً، وعلى النقيض تماماً هناك من يهتمون بالتفاصيل ولا يطيقون الفوضى ويفضلون تجنب المواقف التي تسبب لهم الشعور بالارتباك، وبالتالي يحرصون على الحفاظ على النظافة والنظام داخل منازلهم. وهناك سبب آخر يجعل القيام بالتنظيف أسلوباً فعالاً في التخفيف من القلق، وهو أنه نشاط بدني. فمن المعروف أن النشاط البدني يعزز الصحة النفسية، ومعظم الناس يعتقدون أن ذلك يقتصر على ممارسة إحدى الرياضات، لكن قيامك بالتنظيف يتطلب منك مجهوداً بدنياً، وبالتالي يفيدك في تفريغ طاقتك، كما يساعدك أيضاً في التغلب على الضيق الذي تعانيه عندما تشعر بالقلق. وهذا بالطبع لا ينطبق على جميع مهام التنظيف في لائحتك، يجب أن تقوم بشيء يتطلب تحريك جسمك بقوة مثل مسح الأرضية. حسناً، لابد أن أجد تلك الممسحة. وفقاً للمسح الصحي الاسكتلندي فإن أداء الأعمال المنزلية بصفة منتظمة قد أدى لتراجع مستويات القلق والتوتر بنسبة تصل إلى 20% لدى 3000 شخص أفادوا بذلك التأثير الإيجابي لأداء الأعمال المنزلية. وعلاوة على ذلك تؤثر البيئة المحيطة بك في خياراتك الغذائية، وهناك دراسة تتناول هذه العلاقة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة العلوم النفسية، حيث قارنت بين من يعملون في مكان نظيف ومرتب ومن يعملون في مكتب فوضوي. وقد تبين أن أفراد المجموعة الأولى فضلوا اختيار التفاحة على قطعة الشوكولاتة أكثر من أفراد المجموعة الثانية. ربما يحدث هذا لأن دماغك بحاجة إلى طعام مريح يهدئ مشاعر التوتر الناجمة عن وجودك في مكان غير مرتب.
لذا انظر حولك في المرة القادمة التي تطلب فيها البيتزا، قد يكون ذلك علامة على أن مكانك يحتاج إلى التنظيف. وإن قررت اتباع حمية معينة، فإن الحفاظ على نظافة منزلك يمكن أن يساعدك على الالتزام بها. وأخيراً وليس آخراً، هناك بعض الأشخاص الذين يحبون القيام بالتنظيف باعتباره عادة لها طقوسها المميزة، فهو يساعدهم بعد يوم عصيب على تجاوز مخاوفهم بالتركيز على نشاط مألوف لديهم. فالدماغ البشري مصمم بطريقة تضيف لأداء الأعمال التكرارية تأثيراً مهدئاً يقلل التوتر. ولا أحد يزعم أن تنظيف الغبار شيء ممتع، إلا أن هذا النشاط البسيط يمكنه أن يشتت عقلك مؤقتاً عن كل ما يقلقك. وبعد الانتهاء من عملية التنظيف بكل طقوسها، ستشعر أنك تستحق مكافأة. يمكنك الاستمتاع بحمام دافئ أو مشاهدة حلقة من مسلسلك المفضل دون أن تشعر بالذنب لإهدار وقتك. لكن مثل أي نشاط، يجب ألا يتحول القيام بالتنظيف إلى هوس. ليس هناك ما يدعوك للمبالغة مثل كنس غرفة المعيشة مرتين في اليوم، أو أن تشعر بانزعاج شديد إذا رأيت بعض البقع على الموقد. ولأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب لضده، فإن الهوس بالتنظيف سيزيد مستوى التوتر لديك. في المعتاد يكفي أن تقوم بالتنظيف مرة أو مرتين أسبوعياً، لكن إن كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة فقد تحتاج إلى التنظيف بمعدل أكبر بالطبع. حسناً، على الأقل ستؤدي مهام التنظيف بروح مختلفة من الآن فصاعداً بعدما عرفت فائدة التنظيف لصحتك النفسية. وإن لم تكن تحب القيام بأعمال التنظيف، فهناك طرق أخرى تساعد في التخفيف من شعور القلق لديك، ومنها طريقة يصعب تصديق فعاليتها من شدة بساطتها. هل أنت مستعد لمعرفتها؟ حسناً، إنها مضغ العلكة. أياً كانت نكهة العلكة التي تحبها، سواء النعناع أو الفواكه أو المستكة، فإن مضغ العلكة هو أسهل طريقة للتغلب على التوتر. وقد أثبتت دراسات عديدة أن المضغ لبضع دقائق يمكن أن يقلل من القلق ويخفض مستوى الكورتيزول الذي يطلق عليه هرمون التوتر. ويفضل اختيار علكة خالية من السكر، لأنها تساعد أيضا في تنظيف أسنانك وتقلل احتمال إصابتك بتسوس الأسنان، كما أنها تحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية، وهذا قد يهمك إن كنت تتبع حمية معينة. وهناك نشاط آخر يساعد في التخفيف من القلق، وهو الحياكة أو أشغال التريكو. أجل، أعمال الحياكة ليست للجدات فحسب، فقد أفاد كثيرون بوجود تأثير مهدئ لممارسة هذه الهواية بسبب طبيعتها التكرارية، كما أنها نشاط يدوي، ما يساعد الجسم في التحرر من مشاعر القلق والتوتر، إذ يتحول انتباهك من التركيز على ما يثير قلقك إلى العد وتبديل الغرز. لذا بدلا من أن تفكر بما يقلقك وتعاني من جميع الأعراض الجسدية المصاحبة للقلق، ستركز على شيء خارجي. وإلى جانب ذلك، فهي هواية رائعة. يمكنك حياكة ملابس لنفسك أو لأصدقائك، ولا يشترط أن تتقن هذه الهواية لتستفيد من تأثيرها المهدئ، فقط أطلق العنان لإبداعك واستمتع بها. وإذا عرضت جدتك أن تعلمك الحياكة، فكر جيدا قبل أن ترفض هذا العرض. لدينا حيلة أخرى لتهدئتك، وهي جدولة القلق. الأشخاص القلقون يعانون من فرط التفكير في كل شيء بصفة مستمرة، إما بالعودة إلى الماضي وتذكر المواقف القديمة التي يصعب عليهم تقبلها، أو محاولة تخيل المستقبل، وغالبا ما يميلون للتشاؤم. وهذه عملية مرهقة ومجهدة بالفعل، والأسوأ من ذلك أنها لا تفيد سوى في زيادة القلق. لذا كل ما عليك فعله هو تحديد وقت تستسلم فيه لتلك الأفكار المزعجة، على سبيل المثال نصف ساعة مرتين أسبوعيا. وخلال هذه الفترة لا بأس أن تشعر بالقلق بقدر ما تريد، لكن سرعان ما ستلاحظ أن المعرفة بوجود موعد محدد للقلق يساعدك في الحد من القلق على مدار الأسبوع. قد تعتقد أنك كبرت بالفعل ولم تعد طفلا، لكن ممارسة التلوين مفيدة بالفعل عندما يكون المرء بحاجة إلى الاسترخاء. لم يعد التلوين نشاطا خاصا بالأطفال وحدهم، فخلال العقد الماضي زادت شعبية كتب التلوين للكبار، وهناك أشكال عديدة منها، أشكال مجردة مختلفة، المانديلا، شخصية ديزني أو مارفل، وبالطبع كتب المناظر الطبيعية. في عام 2017 اكتشف باحثون في جامعة أوتاغو
أن الأشخاص الذين يمارسون التلوين لفترة لا تقل عن 10 دقائق يومياً يمكنهم مواجهة أعراض الاكتئاب والقلق بصورة أكثر فعالية، وبغض النظر عن كونه أداة مساعدة ذاتية رائعة للحد من التوتر، فإن ممارسة التلوين تعد أيضاً فرصة رائعة لك لتستريح قليلاً من الأجهزة الإلكترونية وتحرر روح الفنان بداخلك. هيا أحضر ألوانك لتبدأ على الفور. ما أفضل طريقة تواجه بها القلق؟ شارك تجربتك مع الآخرين واترك تعليقاً في الأسفل، ولا تنسى أن تضغط على أعجبني هذا الفيديو وشاركه مع أصدقائك، وانقر على اشتراك لتظل دائماً على الجانب المشرق من الحياة.